شاركت وزارة الداخلية بورقة عمل بعنوان دور التسامح في مواجهة التطرف الفكري، وذلك على هامش فعالية أسبوع التسامح ومكافحة التطرف المقام في جناح مجلس التعاون بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة العقيد عمار السيد، آمر كلية تدريب الضباط بوزارة الداخلية، بعد التحية. طبعا تم استعراض ورقة عمل حول دور التسامح في مواجهة التطرف الفكري، حدثنا عن تلك المشاركة. نعم، مساء الخير أختي العزيزة، ومساء الخير على جميع السادة المشاهدين. طبعا ضمن فعاليات أسبوع التسامح مكافحة التطرف وفي مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في إكسبو، تم تقديم ورقة عمل بعنوان دور التسامح في مواجهة التطرف الفكري. الجانب الأول من ورقة العمل تكلم عن ما المقصود بالتطرف الفكري، أنواعه، الرؤية الدينية للتطرف الفكري، كما أيضا عوامل التطرف، سلوكياته ودعامه، والأطر المرجعية في بناء وترسيخ ثقافة التسامح في المجتمعات. كما تم خلال يعني هذه الورقة طرح فكرة إنشاء مراكز وطنية للأمن الفكري، يعني بغرس مبادئ الولاء والانتماء الوطني لكافة شرائح المجتمع ومواجهة الأفكار الدخيلة والمتغيرات الناتجة عن العولمة الثقافية ومواجهة أيضا ظاهرة الغزو الفكري. نعم، إذن ما هو الهدف من إنشاء مثل هذا المركز الذي تطرقت إليه سيد عمار بما يتعلق بإنشاء مركز وطني يعني الفكر للأمن الفكري؟ طبعا يسعى المركز إلى تعزيز منظومة الأمن الفكري للمجتمع وفق مرتكزات الولاء والانتماء الوطني وضوابط المجتمع البحريني والمجتمع الخليجي وقواعد وصول الدين الإسلامي الحنيف وقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي ضمنتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. ويهدف أيضا هذا المركز إلى تحسين أبناء الوطن من الأساليب والوسائل المستخدمة للغزو الفكري والثقافي والمعلوماتي والأفكار الدخيلة والانعكاسات السلبية الناتجة عن ذلك، أيضا اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية شباب الوطن ورجاله ونسائه من أي أفكار مغايرة لقيم المجتمع ومبادئ الولاء والانتماء الوطني وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وأيضا العمل على استراتيجية بناء وتعزيز الأمن الفكري من خلال ترسيخ الولاء والانتماء الوطني. وأيضا يهدف هذا المركز أو مقترح هذا المركز في العمل على بلورة رأي عام رافض لكل ما يمس القيم الوطنية ومبادئ الولاء والانتماء الوطني. وأيضا بما لأهمية دور الآن الإعلام غير التقليدي، أيضا خلق مساحة إعلامية سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية خاصة في الإعلام الجديد لتكون منصة انطلاق نحو تنمية وترسيخ الولاء والانتماء الوطني، بما يدعم مهمة المركز الوطني والأمن الفكري ويحقق أهدافه الاستراتيجية. نعم، سعادة العقيد عمار السيد، آمر كلية تدريب الضباط بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.